الحاجه اللي انا كان واخدة على الحكومه هي ان تكون عن الصراحه في تحديد الضرر. ماشي عيب، هذه مساله، هذه جائحه دوليه. اذا الرقم اللي خصنا نعتبروه وهو شحال غنوصلوا في معدل البطاله في سنه 2021. هذا هو الرقم اللي خصنا باش نصارحوا به المجتمع. كل واحد فينا في عائلته غير القناص اللي فقدوا منصب شغل، غير القناص اللي فقدوا مصدر رزق، غير القناص اللي تخرجوا هذا العام وما لقاوش حتى ستاج باش يديروا بروجي فان ديتود ديالهم، عاد خصهم يلقاو شغل. ولكن كاين ايضا القطاعات اللي تاثرت بتاثير غير مباشر اللي هي بالقرارات ديال الحكومه. هذا الباراديغم ما بقاش. ودائما كنشبه بهذه القضيه، كنقول دائما حنا كنكونوا ما بين الاوائل في القسم في هذا ليزانديكاتور. هذا القسم راه ما بقاش، راه تسد صافي. النموذج التنموي الجديد للمغرب خصنا ندخلوا فيه بعين الاعتبار بين قوسين، واخا هذه الكلمه بحق ماشي هي ليبانويسمون، ماشي هو الرفاهيه.